يعاني القاطنون في مخيمات الشمال وشرق سوريا من التدني في تقديم الخدمات الطبية، خاصة بعد إيقاف منظمة الصحة العالمية دعمها في نيسان أبريل الماضي. على الرغم من مأساة ومرارة النزوح، يعاني القاطنون في مخيمات شمال وشرق سوريا من التدني في تقديم الخدمات الطبية، خاصة بعد إيقاف منظمة الصحة العالمية دعمها في نيسان أبريل الماضي. داخل نقطة طبية في مخيم واشوكاني بمحيط مدينة الحسكة، يكافح فريق الهلال الأحمر الكردي لتأمين الإحالات الطبية والأدوية لإنقاذ حياة المرضى بعد توقف نظام الإحالات الطبية المجانية الذي كانت تموله منظمة الصحة العالمية في 11 مخيماً شمال شرقية سوريا. في قسم الاستقبال، عشرات الحالات المرضية تنتظر دورها بفارغ الصبر، الغالبية من النساء والأطفال جالسين على مقاعد في بهو المركز تسمع آهات المرضى من يشكو القصور الكلوي أو السرطان أو المتاعب القلبية. رئيسة قسم الإسعاف في النقطة الطبية الوحيدة بمخيم واشوكاني بيريفان خلي في حديث لصحيفة الشرق الأوسط قالت إن غالبية المرضى بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية لوجود حالات سرطانية وأمراض مزمنة، وهناك حالات مزمنة تحتاج إلى العلاج في المراكز التخصصية، وبسبب ضعف وضعهم المادي ونفقات العلاج المرتفعة عكفوا عن العلاج واستسلموا للألم وتداعياته. وبحسب إحصاءات هيئة الصحة لدى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوجد نحو 1200 مريض بحالات باردة قد تتدهور في أي لحظة، موزعين على 11 مخيماً، بينهم 800 مريض في مخيم الهول و400 آخرين موزعين على باقي المخيمات، أكبرها مخيمات العريشة وواشوكاني والطلائع الواقعة بريف الحسكة. ينضم إلينا من شمال شرق سوريا خالد جبر، حقوقي ومختص في القانون الدولي. أهلا بك أستاذ خالد. إذا نتحدث في هذا المحور عن الوضع الطبي والصحي في مخيمات شمال شرق سوريا، هل نقل التقرير الصورة الحقيقية لما يجري هناك من ضعف في تقديم الخدمات الطبية؟ تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. يعني حقيقة هذه هي يعني إحدى خطوات فشل المجتمع الدولي بمنظماته، سواء كانت يعني المنظمات الصحية التي تعمل في الحقل الصحي أو الطبي أو المنظمات الحقوقية الأخرى. طبعا هذه حالات الفشل، يعني هذه المهمة تقع على عاتق الأمم المتحدة، وهي من إحدى التزاماتها الأخلاقية والقانونية تجاه السكان المدنيين في حالات النزاعات المسلحة تماما. نحن نعلم تماما هناك العديد من المخيمات في مناطق شمال وشرق سوريا، هذه المخيمات هي أصبحت بعيدة تماما عن التمويل الدولي والدعم الدولي بكل منظماتها الصحية وغيرها من المنظمات العاملة حول العالم تماما. هنا نقول يعني على الأمم المتحدة مرة أخرى أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه هذه المخيمات، وهي مسؤولية تقع على عاتق الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، كون لديها العديد من المنظمات التي تعمل في الحقل الطبي والصحي، ويعني العديد من المنظمات الأخرى التي هي من اختصاصها هي يعني دعم تقديم الدعم اللوجستي والطبي والصحي للمخيمات التي تم النزوح منها طبعا جراء النزاعات المسلحة. وخاصة يعني إذا عدنا على جغرافيا سوريا بشكل عام، فإن مدينة الحسكة هي تحتوي أكبر المخيمات داخل الجغرافيا السورية بشكل عام، وهذه المخيمات موجودة منذ ما يقارب 10 سنوات وبعضها منذ 4 أو 5 سنوات تماما، لكن هذه المخيمات سكانها لم يتلقوا إلى الآن يعني الدعم المطلوب. طبعا يعني هناك العديد من الحالات، يعني يجب أن يكون هناك تدخل مباشر من قبل المنظمات المختصة أو المنظمات يعني التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. بكل أسف يعني رأينا يعني منذ الشهر الرابع يعني نيسان يعني توقف عمل منظمة الصحة العالمية، وهذه كارثة حقيقية. طب هنا نسأل أستاذ خالد، يعني طيب عفوا المقاطعة، لماذا أوقفت منظمة الصحة العالمية دعمها لمخيمات شمال شرق سوريا؟
طبعا يعني هم يعني كان هناك تحجج بان هناك يعني مناطق اخرى من العالم تحتاج الى دعم اكبر، ربما كانت يعني القصد بها يعني اوكرانيا وبعض المناطق الاخرى التي تجري فيها الى تاريخ اليوم نزاع مسلح او نزاع دولي مسلح تماما، لكن هذه الحجج هي حجج واهيه تماما. فيعني عمل الامم المتحده، عمل المنظمات الانسانيه لا تقتصر على مناطق بعينها وترك مناطق اخرى، فالنزاع المسلح هو النزاع المسلح ذاته، والحالات الانسانيه هي يعني بحسب القانون الدولي، القانون الدولي لم يميز بين منطقه جغرافيه دون اخرى، فلذلك يعني هذه الحالات تقع على عاتق الامم المتحده. والحجج التي يعني اتت بها منظمه الصحه العالميه بحجه التمويل او نقص التمويل ودعم مناطق اخرى، فهذه حجج واهيه تماما. فهناك قدرات لمنظمه الامم المتحده بدعم يعني المنظمات التي نعم استاذ خالد تعمل تحت مظلها. هل تسمعني؟ نعم تفضل. يجب على الأمم المتحدة يعني أن تدعم هذه المنظمات يعني بشكل أكبر، وخاصة هذه المنظمات هي تعمل في مناطق النزاعات المسلحة التي يعاني سكانها المدنيين من حالات التهجير القسري وعمليات التغيير الديموغرافي تماما. فإذا هذه الخطوة تقع على عاتق الأمم المتحدة بشكل كبير. أما الحجج التي تحججت بها منظمة الصحة العالمية فهي حجج واهية تماما، فعملها إنساني بأي بقعة جغرافية من العالم، والقانون الدولي لم يميز بين بقعة جغرافية دون أخرى. طيب أستاذ خالد، يعني هل باعتقادك من أسباب وقف الدعم هي أسباب سياسية بحتة، أو كما يمكن تسميتها بلعنة الجغرافيا في هذه المنطقة من الشرق الأوسط؟ تماما بكل أسف، يعني لعنة الجغرافيا في هذه المنطقة فهي حالة كارثية، وبكل أسف يعني التمييز في المجتمع الدولي لا زال قائما إلى تاريخ اليوم، فلم يستطع لا القانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني بإنهاء حالات التمييز للسكان المدني أو للبقعة الجغرافية، أو أن تستطع أن ترغم الأمم المتحدة بالالتزام بمبادئها الأساسية وخاصة الميثاق الأساسي لحقوق الإنسان تماما، التي تنبت بشكل كبير حالات التمييز بين السكان حول العالم تماما. فهذه البقعة الجغرافية هي يعني رغم وجود يعني أكبر المنظمات أو عفوا أكبر المخيمات في داخلها، وإذا عدنا أيضا إلى مخيم الهول فهي تعتبر من أخطر المخيمات تماما، وهي بقعة جغرافية ربما شبيهة بالقنبلة الموقوتة تماما. فبكل أسف لم تكن هناك دعم كافي. يعني أيضا دعنا نقول بالنسبة لمخيم الهون أن هناك فشل من قبل المجتمع الدولي، هناك فشل كبير تماما. فهناك رعاية للدول الأوروبية ودول أو يعني حتى إلى يعني من يحملون جنسية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فلم تقم يعني المجتمع الدولي بجهودها الكاملة، وفشلت أيضا داخل هذا المخيم، وبقيت الإدارة الذاتية الديمقراطية تتحمل أعباء هذا المخيم، سواء كان من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الطبية أو من الناحية اللوجستية. فبهذا تتكبد الإدارة الذاتية بشكل يومي خسائر كبيرة، وطاقة الإدارة الذاتية هي محدودة إلى حد معين، فهي ليست بمستوى المنظمات الدولية. وفي هذه النقطة أستاذ خالد، يعني مناطق الإدارة الذاتية هي محاصرة كما تعلم، مغلق باب لعربية، معبر لعربية، ومحاصر من قبل الحكومة السورية وأيضا مناطق الاحتلال التركي. طيب هنا نسأل، هل الإدارة الذاتية أو هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية قادرة على مواجهة هذه التحديات الطبية في المخيمات؟ نتحدث عن أمراض مزمنة ومعضلة كبيرة مثل السرطان والسكري والفشل الكلوي وغيرها، ولا أتحدث عن أمراض يعني يمكن تسميتها بالبسيطة. يعني سيدي هناك جهود تبذل من قبل يعني المؤسسات الصحية أو الطبية التابعة للإدارة الذاتية، وهناك مجهود كبير في هذا المجال، وهناك طاقم طبي كبير من قبل الإدارة الذاتية تعمل داخل هذه المخيمات، وبالأخص يعني دعنا نقول أيضا جهود الهلال الأحمر الكردي يعني الذي يعني تعمل بشكل كبير داخل المخيمات. لكن هذه الجهود والإمكانيات المتوفرة هي بكل
بالتأكيد غير كافية تماما. فهنا المخيمات تحتاج إلى دعم من قبل الأمم المتحدة ودعم من قبل يعني المنظمات الصحية التي المرتبطة بشكل مباشر مع الأمم المتحدة. فهنا يعني المجهود الأساسي والتي تقع على عاتق الأمم المتحدة. الإدارة الذاتية تبذل بقصارى جهدها وتمنح كل ما لديها من أجل يعني تغطية الحارات المرضية الموجودة داخل المخيمات، لكن هذه المجهودات هي بكل التأكيد تعجز عنها الدول القائمة، سواء كان الدول العظمى هي تعجز عنها. نحن نتحدث عن ما يقارب الست مخيمات داخل يعني داخل جغرافية شمال وشرق سوريا، وهذه المخيمات بكل تأكيد هي مخيمات عدد سكانها يعني كبير جدا، فتغطية الإدارة الذاتية ومجهودها إلى حد معين فلا تستطيع يعني الإدارة الذاتية، وبهذا الحصار المفروض بحق الإدارة الذاتية حتما لن تستطيع بتغطية يعني المستلزمات الطبية أو تغطية الحالات المرضية. وهناك يعني دعنا نتحدث عن الأمراض المزمنة اليوم وهذه الحالة الإنسانية، حتما هذه تقع على عاتق الأمم المتحدة ويعني أيضاً. طيب أستاذ خالد، يعني أمام ضعف قدرات الإدارة الذاتية وإمكانياتها الضعيفة في هذه المسألة بالتحديد، ووقف منظمة الصحة العالمية دعمها الطبي للمخيمات منذ 4 أشهر، هل هناك يعني ضرورة أو هل هناك مراسلة أو مخاطبة منظمة الصحة العالمية أو الأمم المتحدة للتدخل لمعالجة خاصة بعض الأمراض المزمنة التي تحدثنا عنها وإعادة تقديم الدعم؟ نعم سيدي، لدي الاطلاع الكافي على هذا الملف تماما. فحتما إن لم يكن هناك تدخل مباشر من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبالأخص العاملة في الحقل الصحي والطبي تماما، فسنكون أمام كارثة حقيقية لداخل هذه المخيمات. يعني وهذه يعني الكارثة يعني تتشكل في الأمراض المزمنة والأمراض المنتشرة داخل المخيمات، وخاصة المخيمات الموجودة ضمن مدينة الحسكة. ومدينة الحسكة منذ سنوات وهي تعاني من شح المياه بعد قطع تركيا والعصابات الإجرامية المرتبطة قطع المياه التي كانت يعني تزود مدينة الحسكة تماما. يعني قطع المياه الآن يعني مدينة الحسكة بشكل كامل هي تعاني من هذه الحالة، لكن بالأخص داخل المخيمات فليست هناك مياه صحية تماما. فسنكون أمام حالة كارثية، وهناك أمراض مزمنة، وهناك أمراض يعني يجب تدخل المنظمات الدولية، ربما تحتاج إلى يعني إخراج المرضى إلى الخارج من الضرورات الطبية. فكل هذه هي تقع على عاتق يعني الأمم المتحدة والمنظمات الطبية المرتبطة بها، وبالأخص منظمة الصحة العالمية. يعني فمن الكارثة انسحاب منظمة الصحة العالمية من هذه المخيمات وعدم دعم المخيمات الموجودة بالمستلزمات الطبية، ويعني ربما بكل الحالات يعني أو تغطية الحالات الطبية تماما. فنحن نحتاج اليوم إلى التدخل المباشر لكي لا نكون أمام كارثة تنظر بها الآن مستقبليا، يعني ربما أشهر قليلة وتكون يعني كل المجهود أو المخزون من المستلزمات الطبية الموجودة في مستودعات الإدارة الذاتية يعني تكون أمامنا تماما. فلذلك نحتاج إلى التدخل المباشر، وخاصة الإدارة الذاتية هي تعاني من حصار يعني حقيقي من كل الجهات، وهي يعني اليوم أمام صعوبات حقيقية تماما. فهذه يعني هذا المجهود يقع على عاتق المجتمع الدولي بأكمله، وخاصة أنه تركيا هي من كانت السبب الأساس بعمليات التهجير القسري لأغلب السكان المدنيين الموجودين داخل المخيمات اليوم. أشكرك جزيل الشكر من شمال شرق سوريا خالد جبر، حقوقي ومختص في القانون الدولي.